اهلا، ازيك يا عبد السلام؟ الله يسلمك. ازيك يا اخويا؟ الحمد لله على السلام. جيت امتى؟ الحمد لله على السلام يا اخويا. الله يسلمك. الحمد لله على السلام. الله يسلمك. انت كويس يا عبد الله؟ الحمد لله على السلام. عايزه حاجه يا اختي؟ لا يا اخويا، كتر خيرك. بركه اننا اطمنت عليك. الله، رايح فين؟ هو ايه اللي بركه واطمنت عليك وواخد في وشك كده؟ في ايه؟ انت جيت في ايه ومروح فيها بسلام؟ مفيش، اصل انا ورايا مصالح كده اقضيها، ما اقدرش اتاخر عنها. معلش يا عبد السلام، خليك شويه، الناس اللي انت مديها ميعاد قول لهم اتاخر عليهم شويه. مالك يا عبد السلام؟ في ايه؟ ما تفهمني. في ايه يا جماعه؟ ايه اللي حصل؟ انا مش ناقص. تعالى يا قلبي، تعالى طلعك اوضتك ترتاح وتنام. ايه يا عبد السلام، انت جاي تزوره وتطمن عليه ولا جاي تتعب؟ لا، جاي يتعبه ويزوره. اتفضلي هنا اهو وقعدي ساكته خالص. تعالى يا عبد السلام، تعالى تعالى. خش خش، تعالى خش، عشان خاطر عبد الله. ممكن تبطلي رغي وتقعدي ساكته خالص وتسيبي الراجل في حاله؟ هو انا قلت حاجه غلط؟ قلت حاجه غلط انا يا جبريه؟ انت تغلطيش يا حبيبتي، هي كريمه أعصابها تعبانة، الله يكون في عونها ويقويها على اللي هي فيه. ربنا يقويكي يا أختي، الله يكون في عونك. هيقويني يا ريا وسكينة. أوعي أنت عارف إن أنت شكلك متغير تماماً باللبس ده؟ أنا ما عرفتكش لما شفتك. يعني حلو كده؟ آه شكلك حلو. عجبك يعني؟ آه عجبني جداً. بس أنا بحب اللبس الصعيد أكتر. وليه بقى اللبس الصعيدي أكتر؟ دمي. فهمني بس انت عايز تعمل ايه؟ عايز اعمل بيزنس لحالي. حلو، ماشي، بس ازاي بقى وابوك واخوك قافشين على الدنيا؟ هتصرف، مش هغلب. اقول لك تجيب فلوس منين؟ قول يا خفيف. عمتك فوزيه، زي ما بقولك كده، اللي زي عمتك دي عدم المؤاخذة يعني من غير زعل، بتبقى نفسيتها تعبانة كده وخربانة ونفسها كده تحس إن الناس كلها حواليها. ويا سلام بقى، يا سلام لو في حد مهتم بيها، وخصوصا لو كان راجل. انت عبيط ياد ولا ايه؟ أقسم بجلال الله أجيب رجبتك، وأنا عشان خدت وديت معاك في الكلام هتخرف؟ يلا غور من قدامي. انت عايز تجيب من الاخر ولا عايز تعمل لي فيها سبع السباع؟ ما انت اللي بتنسى روحك يا عم. انا بقول لك الحقيقه عشان نبقى ماشيين على الطريق الصح. فوزيه دي سكه ابوك، وابوك عبد الحكيم ما يقدرش يقول لها لا، لان هو عارف ان هي كده كده تحت طوعه. وبعدين الفلوس اللي بتاخدها دي يا اما بتشتري بيها ذهب، يا بتطلع لها يومين تفك فيها عن نفسها. وبعدين هيقول لها لا ليه وهو عارف ان في الاخر الذهب هيترمي في حجره وفي حجر الست أمك لمؤاخذة يعني بعد عمر طويل. ما انت واخد بالك مننا جوي وكده أبدأ أخاف منك. بقولك إيه، أنت عايز تبقى سكة لوحدك ولا تبقى ماشي في ديله؟ لوحدي طبعا. جوزني عمتك. اسمع اللي بقولك عليه، جوزني عمتك. وانا اعمل كده ليه يعني؟ بقول لك ايه ياض، قوم امشي، مش عايز اشوف وشك. انت شطان، وانا غلطان اني خدت وديت معاك في الكلام. انت فكرك يعني انك هتاخد حاجه من ابوك ولا اخوك مروان؟ طب انا هقول لك على اتفاق، لو ابوك قال لك امين ابقى انا ندل وخسيس وابن حرام، ولو قال لك لا ابقى انا قاري الليله وعارف اخرها. وتسمع كلامي. المكان حلو قوي. انا باجي هنا دايما علشان اقرا. تجري؟ اقرا. مستغرب كده ليه؟ مستغربش ولا حاجه. انا ليا هنا يوم واحد في الاسبوع باجي اقعد اقرا فيه اي حاجه بعيد عن شغلي، يعني بعيد عن الارقام والحسابات والحاجات دي. حلو. فاكرة آخر رواية قريتها كان اسمها الحب المستحيل. حلوة قوي قوي. انت تعرفها منين؟ مفيش حاجة بتطلعني من اللي انا فيه الا القراية. لا بقى، لو على القراية يبقى احنا كده خلاص بقينا اصحاب جدا. والشيخ ياسين كمان. مالك؟
بفكر في كلامك. ولقيت ان انا كان عندي حق؟ هسألك سؤال وترد عليا بسرعة جدا وبدون تفكير. اتجوزتها ليه؟ اوعى تقولي ان انت كنت بتحبها. ما اعرفش ان كنت بحبها ولا لا. طب يلا بقى هات اللي عندك قولي. يمكن كنت عايز اتجوز بس كده؟ وابويا وامي كمان عاوزين يتجوزوني، وهي اللي كانت قدامي. مروان انت كان عندك اصحاب في الجامعة؟ كان عندي، بس زي ما كنت بحسهم بعاد عني، واحد من الصعيد. يا زينب، مين في وحدة هتيجي تعيش معايا في البلد ومشاكل البلد، تعيش معايا في البيت الكبير؟ فانت بقى قررت انك تتجوز اللي هتوافق وهتعيش، مش كده؟ انا لحد دلوقتي ما اعرفش السبب الحقيقي، ونفسي اقول حاجات بس خايف تاخدي عني فكرة وتقولي ده وحش قوي. بالعكس، انت كل اللي انت بتقوله ده بيدل انك بني ادم حقيقي جدا. كيف؟ اهو بدليل ان انت بتحاسب نفسك وبتعاتبها. شوف، انت ممكن تكون عارف ان انت غلطان، بس الحاجة بقى اللي محيراني في موضوعك انت ونادية ده، انا عارفة ومتأكدة عمتي وفوزية وامك كانوا ضد الجوازة دي تماما. صدقي، هو ده اللي خلاني متمسك بيها. كنت فاكر نفسي اني عايش قصة حب وغراميات والحاجات ديت. والله انت غلبان قوي يا مروان. قوي قوي. بس هقول لك على حاجة، انا مبسوطة قوي ان احنا قعدنا اتكلمنا مع بعض. انا كنت خايف انت هتفكري كيف وتقولي بعد العمر ده كله جاي دلوك والد عمي، والمشاكل حصلة ما بين الست الوالدة وامي، كل ده يخليني خايف ويخلينا بعاد عن بعض. بالعكس، انا شايفة ان احنا ممكن نبقى اقرب كتير بس بدون كل المشاكل دي. انت متأكدة من الكلام اللي انت بتقوليه ده ولا بتقولي اي كلام؟ والله يا ستي، ده كان بيزعقني، كنت تحس ان هو بيتظلم من بيته، وكان بيقول له البيت ده بيت عبد الله وست كريمه.